السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المشهد، والتي نخصصها للحديث عن تطورات الأوضاع في العراق. وكأن قدر العراق أن يكون علبة رسائل ملغومة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه المرة ارتفعت حرارة المواجهات بين الفريقين بتبادل القصف وإطلاق النار في اشتباك غير مسبوق بين الخصمين. لسنوات كثيرة اتفق الطرفان على ترسيم حدود النفوذ في العراق، فما الذي تغير هذه المرة حتى اشتعلت خطوط التماس فجأة ودون سابق إنذار؟ يقصف الجيش الأمريكي أهدافا يقول إنها تابعة لحزب الله العراقي، فيسقط العشرات بين قتيل وجريح، ليأتي الرد من الميليشيات العراقية دون تأخير باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد ومحاصرتها ومحاولة اقتحامها. تلك مشاهد غير معهودة، ويبدو أن الحراك العراقي قد حرك الكثير من الملفات العالقة التي جعلت المنافسة على المصالح تخرج للعلن، بينما يتحدث كثيرون عن سيادة البلاد المهدورة والتي باتت مستباحة من الخارج الذي يريد تصفية حساباته على أرض بلاد الرافدين. أرحب بضيوفي معي في الاستوديو في هذه الحلقة من المشهد، السيد طالب العواد الكاتب والمحلل السياسي العراقي، السيد عمار السواد الكاتب والإعلامي العراقي. أهلا بكما في هذه الحلقة، وأبدأ في الحقيقة بمجموعة من الأخبار العاجلة قبل بداية هذه الحلقة. مباشرة الرئيس الأمريكي يقول نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية السفارة الأمريكية. ترامب يقول الآن تقوم إيران بتنظيم هجوم على السفارة الأمريكية في العراق وستتحمل مسؤوليات هذا الهجوم. أنصار الميليشيات يحرقون المرآب الخاص بسيارات السفارة الأمريكية في بغداد. زعيم ميليشيا سيد الشهداء العراقية يهدد بمحاصرة سفارات السعودية الإمارات والبحرين. أيضا أنصار الميليشيات العراقية يستولون على حافلتي نقل صغيرتين تابعتين للسفارة الأمريكية. رئيس الوزراء العراقي يطالب أنصار الميليشيات بالانسحاب الفوري من أمام السفارة الأمريكية. وبيان لميليشيات الحشد يعلن إصابة 20 من أنصارها خلال الاحتجاج أمام السفارة الأمريكية. وأيضا من الأخبار العاجلة، وزير الداخلية العراقي يصل السفارة الأمريكية ضمن مساعي إخراج أنصار الميليشيات من حرمها، ومسؤول بالخارجية العراقية يقول أن السفارة الأمريكية خالية إلا من قوات الأمن المكلفة بحراستها. إذن هذه كانت مجموعة من الأخبار العاجلة قبل بداية هذه الحلقة مباشرة، وسنتابع معكم بالتأكيد على مدار هذه الحلقة. أبدأ نقاشي معك سيد طالب، يعني ما الذي فجر الأوضاع بهذا الشكل؟ وجه تحياتي لك ولمشاهدي قناتكم. هي الأزمة مو وليدة اللحظة، الأزمة قديمة جديدة. قديمة هناك أكثر من رسالة دزتها الميليشيات عبر صواريخها على الكيوان أخيرا، وقبلها على قاعدة البكر أو قاعدة بلد، وقبلها أيضا على منطقة قاعدة التاجي القريبة جدا من بغداد. هذه الرسائل يعني الميليشياوية في تقديري أدت إلى يعني أكثر مرة ترامب أو الرئيس الأمريكي صرح سنرد إلى أن تفجر بعد مقتل المهندس المتعاقد ومجموعة من الأمريكان في قاعدة كيوان القريبة من كركوك. اتخذوا هذا الإجراء، يعني حددوا هذا الإجراء، وللعلم تفتح قوس بعلم الحكومة العراقية، أي بمعنى أخبره الرئيس العراقي رئيس المنتهي صلاحيته أو لتسيير الأعمال السيد عادل عبد المهدي، أخبره يقول قبل نص ساعة، في حين البنتاغون يقول ساعة ونص قبل الحدث. يعني حتى أخبروه قبل قصف ميليشيات حزب الله. نعم. هذا الموقف أنا أعتقد بجانبين، يعني الأمريكان يبعثون برسائل إلى إيران. الأمريكان في تصورهم أي تقدم على إيران عندهم خاص رخوة وهو العراق، يعني عندهم 50,000 عسكري أمريكي في العراق، هم في نظرهم الأمريكان، وهي ما صرحت به أكثر من مركز دراسة. هذه النقطة تحتاج إلى توضيح. هناك اتهامات دائمة لرئيس الحكومة العراقي الذي يسير الأعمال الآن بعلاقته بإيران، هناك اتهامات بأن الحكومة ورئاسة الجمهورية تمتثل لأوامر إيران. كيف لهؤلاء وهم تابعين لإيران أن يأخذوا معلومة من الولايات المتحدة بأنها ستقصف ميليشيات تابعة لإيران
ويظل وزير الدفاع الأمريكي أسبر امبارح نقلت كل وكالات الأنباء، قال بلغنا الحكومة العراقية قبل ساعة ونص. طلع السيد رئيس مجلس وزارانا قال لا، باجتماع مع مجلس الوزراء قال قبل نص ساعة. أي بمعنى آخر هذه الرسائل يعني اجت هاي الضربة هي مو ولي، أرجع وأقول مو وليدة حدثها اليوم، أكو تراكم. بعدين الرسالة اللي يبعثوها الأمريكان أنه العراق خاسر رخوة أمامهم، لأن هناك 50,000 عسكري أمريكي في العراق، يجب وبالضرورة عندما يقدمون على أي عمل ضد إيران وخاصة عسكريا يحسبون لهذا الجانب، يعني دول هوستج بالضرورة. طيب سنعود للحديث عن التفاصيل، ولكن نعم. سيد عمار، هذه النقطة تحديدا، رئيس حكومة متهم بموالاته لإيران، ورئيس جمهورية أيضا أحيانا يتهم بأنه على علاقة بإيران، والولايات المتحدة تخبر هذا وذاك أننا سنقصف مواقع تابعة لإيران ولا يتحرك أحد، لماذا؟ مرحبا بك وضيفك الكريم والمشاهدين. أعتقد أنه الأمريكان حين يتحركون في العراق يتحركون وفق الأطر والقنوات الرسمية حتى لا يتهمون، لأن الوضع حساس في العراق. هناك اتفاقيات بينها بين واشنطن وبغداد أبرمت خلال السنوات 15 الماضية منذ عام 2009 حتى الآن، وهو إبلاغ الجهات الرسمية وعلى رئيس الوزراء وعلى أي مسؤول في الدولة أن يتصرف، أن يتعامل مع الموضوع بسرية عالية، لأنه بالنهاية هذه الاتفاقيات تلزم المسؤول في السلطة أن يتعامل مع سرية. لهذا كان عادل عبد المهدي الدقيق عندما قال، هو قال أبلغنا في تصريح آخر، أبلغنا قبل ساعات، غير تصريحه في الاجتماع، عندما قال حاولت أن أوصل، أن أتصل بجهات في الميليشيات لإخبارهم بما سيجري. بمعنى آخر أنه مجرد محاولة، يعني رسالة للطرفين، رسالة الجانب الأمريكي نحن لم نكشف سركم، وبالنهاية كان واضحا أنه لم يكشف السر، لأنه الضربة كانت مباغتة، وأيضا وطبعا عدد الضحايا يكشف عن هذه الضربة المباغتة، إلا أن يكون قيادات كتائب حزب الله تركت الناس جنودها غير مدركين لهذا الأمر حتى يسقط عدد كبير من الضحايا، وبالنهاية تكون قضية تمهد لما حصل اليوم. ورسالة للجانب الأمريكي نحن ورسالة للجانب الحشد نحن أخبر حاولنا أن نخبركم. فبالنهاية الأمريكان يتصرفون بهذا ولا يمانعون حتى لو تم الإبلاغ. بالنهاية مقرات حزب الله وغير حزب الله هي كثيرة ومتعددة، والاستعداد صعب، لأن القصف الجوي الأمريكي بالتأكيد سيكون قصفا غير قابل للمقاومة. دول كبيرة، نظام صدام حسين كان بترسانة عسكرية مهولة جدا أنهته السلاح الجوي الأمريكي. الأمريكان يعتمدون على سلاح الجو بشكل رئيسي في عملياتهم، وهذه العمليات لا تردع بسهولة كافية. فلهذا الأمريكان يتصرفون بمعزل، هذا موالي لمن وهذا لموالي، هذا رئيس وزراء حكومة، وهم يتصرفون بموجب القنوات القانونية حتى لو كان تصرفهم مشروع أو غير مشروع. جميل، أعود إليك مرة أخرى سيد طالب. تقول أن القصف الأمريكي على ميليشيات حزب الله المقربة أو التابعة لإيران هو نتيجة تراكمات. طيب طالما أنها نتيجة تراكمات، لماذا التوقيت؟ لماذا بالأمس تحديدا يتم هذا القصف؟ أرجع إلى ما قاله وبعدين أجاوبك على هذا. أكو اتفاقية أمنية وقعت سنة 2008، المادة الخامسة من هاي الاتفاقية أو المادة الخامسة الفقرة 4 تقول للحق للطرفين الدفاع عن نفسهما في كل من في أرضه. أي بمعنى الولايات المتحدة هاي الحكومة الموجودة موقعة معاهدة مع الولايات المتحدة بأن تدخل وتسرح. العراق بلد الآن مستباح بشكل علني وواضح، قوات أمريكية، 9 قواعد أمريكية في العراق، وأيضا عدا الاستباحة هناك علاقات، يعني يسرح ويمرح بها الجانب الإيراني، يدخلون ويطلعون، وهي معروفة. يعني السؤال المطروح، لماذا التوقيت الآن؟ أنا أعتقد التوقيت جاء نتيجة الضربة الأخيرة، يعني الضربة الأخيرة لا تتجاوز قبل أسبوع، ضربوا 30 صاروخ على الكيوان. الرئيس ترامب الآن أيضا في وضع صعب،
يريد أن يصدر الأزمة الداخلية ويصبح بطل قومي أمام الشعب الأمريكي. هاي الرسالة بها جانبين للجانب الإيراني ورسالة داخلية، يعني رسالة خارجية ورسالة داخلية. ترامب يعيش أزمة حقيقية نتيجة موقف الكونغرس الأمريكي اتخاذ موقف ضده، عزله وما عزله، فوجه هذه الرسالة. توقيته بالنسبة إلى توقيت جدا جدا جيد بالنسبة للولايات المتحدة والرئيس ترامب، توقيت جيد، رفع معنوياته داخل الولايات المتحدة، توجيه رسالة لإيران، رسالة واضحة المعالم، واضحة الرسالة. طيب. يعني رسالة. لذلك أنا أرجع في مسألة كلش مهمة. وهي أنه الولايات المتحدة الآن ستتخذ، هاي وجهة نظر المتواضعة، هناك تدخلات راح تكون بشكل علني وواضحة بالشأن العراقي من خلال الحدث اليوم. طيب أنا أعيد وأذكر ببعض الأخبار العاجلة وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل بداية هذه الحلقة، حيث قال معلقا على هجوم الميليشيات العراقية على مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد: نتوقع من العراق استخدام قوته لحماية السفارة. أضاف ترامب أنه الآن تقوم إيران بتنظيم هجوم على السفارة الأمريكية في العراق وستتحمل مسؤولية هذا الهجوم. سيد عمار، نعود بقى للمشهد الذي حدث منذ ساعات قليلة، هجوم الميليشيات على السفارة، هو رد فعل مباشر من إيران على استهداف ميليشيات حزب الله بالأمس؟ قواعد الاشتباك في بين إيران والولايات المتحدة تغيرت منذ هجوم أرامكو. تغير المشهد بكاملة. حين تضرب أهم منشأة نفطية في العالم ومحمية من قبل بسلاح أمريكي بالنهاية، ويتم استهدافه وله تداعيات كبيرة اقتصادية على هذه المنشأة وعلى السعودية، فبالنهاية تغيرت قواعد الاشتباك. إسقاط الطائرة الأمريكية قبل ذلك، إيقاف السفن في مضيق هرمز، وما بعد هذا امتداداً إلى اللحظة التي يتم استهداف قاعدة أمريكية، قاعدة عسكرية عراقية أمريكية مشتركة بثلاثين صاروخاً. هذا لم يكن، هذا عادة ميليشيات الحشد أو بالنهاية عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله تستهدف منشآت أمريكية على هامش المنشآت الأمريكية، ليس بشكل مباشر بصاروخ أو صاروخين. 30 صاروخ على هذه المنشآت، يقتل متعاقد أمريكي ويصاب جنديان أمريكيان ويصاب جنديان عراقيان في العملية. هذا بالنهاية محاولة إيرانية لتغيير قواعد الاشتباك. هذا يندرج ضمن هذه المحاولة. الأمريكان حين ردوا كأنه كانوا يتوقعون أن الرد لن يكون له ردة فعل. الإيرانيين أيضا حين ضربوا 30 صاروخ كانوا يعتقدون أنه ضربتهم ستكون كإسقاط الطائرة في مضيق هرمز، لن يكون له ردة فعل. الطرفان يعولان على قواعد الاشتباك السابقة، لكنهما عمليا يغيران قواعد الاشتباك. أسباب كل منهما مختلفة. طبعا إيران لديها السبب الرئيسي اللي هو أنه اختنقت بشكل كبير في الحصار، والولايات المتحدة أيضا لها سبب الوقوف ضد التمدد الإيراني والإتيان بطهران إلى طاولة المفاوضات. هذا ما تريده كل من ما يريده كل من الطرفين. هناك خبر عاجل نقلا عن عادل عبد المهدي رئيس الحكومة العراقي المستقيل أو القائم بالأعمال الآن، يتوعد من اعتدى على السفارة الأمريكية ويتعهد بحمايتها. مرة أخرى، عادل عبد المهدي رئيس الحكومة أو رئيس حكومة تسيير الأعمال الآن يتوعد من اعتدى على السفارة الأمريكية في العراق ويتعهد بحمايتها. قبل أن أخذ تعليقا، أنا فقط يعني سأعود إليكما، ولكن أتحول إلى العاصمة العراقية بغداد. سأعود إليك سيد طالب، ولكن معي علي الصالح هي النشط الميداني العراقي. سيد علي، أهلا بك. نعم، يعني ضعنا في حقيقة المشهد، ما الذي يحدث الآن أمام السفارة الأمريكية؟ والله احنا متظاهرين في ساحة التحرير لحد الآن، حاضرين على سلمية المظاهرات. اليوم احد الشخصيات اخذت الجلسة الخضراء، قالوا احنا ما شاهدنا بعيننا، بس قالوا دخلوا احد الى الخضراء، بس احنا ما داخلين الخضراء المظاهرين. تظاهرين سلميين، نعم.
هل يعني هل لديك ما نقبل اي احد يعتدي على الشعب العراقي؟ نعم. طيب هذا هذا هو موقفكم، هذا هو موقفكم في ساحة التحرير، هل لديك تفاصيل عما يجري امام السفارة الامريكية؟ احنا نحضر كل من يتدخل بشؤون العراق، ولا نقبل ان احد يتجاوز علينا ويضرب العراق بالاسلحة الغير شرعية، ولا نقبل نفدي على السفارات. هناك تصل حسابات بين الدول المجاورة وأمريكا. نحن ليس نحن صاحب تصفية. شكرا جزيلا لك علي الصالحي الناشط الميداني العراقي، كنت ضيفي عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد أو من ساحة التحرير كما قلت. أعود لك سيد طالب، لديك تعليق على تصريحات عادل عبد المهدي الأخير؟ والله أني رايد أفتح قوس وأقول لك ستعتذر الحكومة العراقية وسينسحب المتظاهرون مساء. الولايات المتحدة. عفوا، من أين جئت بهذه الثقة أن هذا هو الذي سيحدث؟ أقسم بالله وأنا بالطريق. كل هاي تركز على الجانب، الحكومة العراقية ستعتذر وعادل عبد المهدي سيعتذر وستنسحب، أتوقع الانسحاب مساء اليوم من أمام السفارة الأمريكية. هذه الولايات المتحدة إمبريالية استعمار، بس قوة العظمى. وهذه إيران يا سيد طالب. إيران، شوف خلينا نكون واقعين، موازين القوى إذا عسكريا هذه البلد الأقوى والأعظم بالعالم، ولكنك لست في حرب مباشرة، أنت في ساحة ميدان. نعم. فوضوية. نعم. ومخترقة. نعم. ومسيطر عليها أطراف كثيرة. اسمح لي، لا زال الجو في العراق بيد الولايات المتحدة، لا زالت الترددات العسكرية بيد الولايات المتحدة، لا زالت هناك 9 قواعد أمريكية في العراق، لا زالت القوة الأعظم الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يعني تختلف وياها تتفق وياها، بس القوة العظمى. ولذلك أنا في تقديري هذا اللي جرى في بغداد اليوم هو رسالة خاطئة العنوان، الولايات المتحدة تحرق لها شغلة تسوي، بس تبقى الولايات المتحدة لا زالت في العراق القوة الكبرى. أنا هذه متأكد من عدها وبشكل صريح. الآن اتضح جانب جدا مهم أمام القاصي والداني، أن هناك حكومتين في بغداد، الحكومة الأولى هي حكومة عادل عبد المهدي، والحكومة الأقوى والحكومة التي تمارس الفعل الحقيقي هي الميليشيات. الآن 3 أشهر هؤلاء الثوار اللي طلع حس الأخ من عندهم رادوا يعبرون جسر من الجسور، المؤسسة العسكرية لم تسمح لهم. طيب. في حين دخلوا هؤلاء المتظاهرين ويقال عددهم 20,000. نعم. وكلهم يحملون باجات المنطقة الخضراء، دخلوا بسهولة وحرقوا السفارة الأمريكية. أنا أعتقد يعني سيد عمر، إن كان هناك حكومتين كما يقول السيد طالب، حكومة الميليشيات والحكومة الموجودة حاليا، هل الحكومة الموجودة عادل عبد المهدي والرئيس صالح يستطيع أن يملي أوامر على حكومة الميليشيات فتنسحب من أمام السفارة؟ هو عمليا في العراق هناك 3 دول دول ثلاثة سلطات. طيب تفضل. السلطة الرسمية، وسلطة الظل اللي هي سلطة الميليشيا، وسلطة الدولة المجاورة اللي هي سلطة إيران. عمليا عادل عبد المهدي يتحرك. سلطة الميليشيا تختلف عن سلطة إيران؟ أحيانا تختلف، لأنه الميليشيا قد تكون متابعة لإيران، وهناك ميليشيات غير تابعة لإيران اللي هي سرايا السلام، فكل منهما يتحرك بموجب إدارته. ما يجري في العراق هو بالتحديد أن السياقات الرسمية مثل ما أعلن عادل عبد المهدي، لقد أبلغت بالهجوم. هذا هو عمل السلطة الرسمية، الأمريكان يبلغوا ولا يستطيع أن يفعل شيئا، والميليشيات ومحتجيهم يقتحمون المنطقة الخضراء، يعبرون الجسر المعلق ويقتحمون السفارة الأمريكية بطريقة وأخرى، وعادل عبد المهدي لا يستطيع أن يفعل شيئا. بالنهاية عادل عبد المهدي هذا هو ما حدث معه في التظاهرات بالتحديد. عادل عبد المهدي كان مجرد واجهة لسلطة سياسية ضعيفة تقتحم. ما جرى في 6 ديسمبر كانون الماضي، كانون الأول الحالي اللي احنا بآخر يوم، أن الجماعات المسلحة الميليشيات اقتحمت في ليلة ظلماء كل السيطرات وكل المفارز وقتلت المتظاهرين في
منطقة السنك. ما يجري في العراق هو هذا بالنهاية. الحكومة يعني عاجزة. إجابتك على السؤال أن حكومة عبد المهدي والرئيس صالح لا تستطيع أن تملي أوامرها. بالتأكيد لا تستطيع. لكن أنا أخشى من شيء واحد فقط. أن يستخدم ما يجري الآن أمام السفارة الأمريكية لقمع أي مظاهرات أخرى. بمبرر إبعاد هؤلاء المتظاهرين فلنبعد الجميع. أن تكون هذه مدخل لتدخل أمني قوي في مناطق أخرى من الاحتجاجات. دعني أتحول إلى بغداد. انضم إلي من هناك الدكتور قحطان الخفاجي الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك دكتور. أهلا بك حياك الله. حيا المشاهدين. حي مضيف الكرام. أشكرك. تحية لك دكتور خفاجي. يعني دكتور قحطان نتحدث عن هجوم على السفارة الأمريكية. لا يوجد من يرضى هذه الميليشيات حتى الآن. تصريحات نارية من الرئيس الأمريكي ترامب وتصريحات أيضا من عادل عبد المهدي بأنه يتوعد من نفذ هذا الاعتداء على السفارة. إلى أين تسير الأمور من وجهة نظرك؟ أكرر الترحاب بك. وأنا في غاية الأسف مما يحدث في بلدي. لأن الذي حدث منذ هذا الصباح هو خارج المنطق بالمرة وإجراء ليس فيه أدنى مستوى من إدراك لتبعياته. فأتوقع أن هذا اليوم قد بدأت الأمور تذهب بمنحدر عميق ومنزلق خطير وتكون الغلبة فيها إلى الإدارة الأمريكية عن طريق المجتمع الدولي باعتبار الذي حصل اليوم هو سيتم استهجانه من قبل الأمم المتحدة بقرار قريبا كما نتوقع وكما تسرب من أنباء وبالتالي يتبعها عراق وقرار ومواقف أمريكية يكون بها العراق هو الخاسر الوحيد فتحول المواجهة مباشرة إلى مواجهات بينية إن كانت هي في عمقها أمريكية إيرانية ولكن للأسف هو هي عراقية عراقية وبالتالي سيكون العراق في نهاية المطاف هو الخاسر وهو الذي سيدفع كل فاتورة المجابهة الأمريكية الإيرانية في بغداد. نعم دكتور ولكن من يملك الآن قرار سحب هذه الميليشيات من أمام السفارة الأمريكية في العراق؟ لا أحد يملك في العراق هذا الإمكانية بالمرة إلا إذا كان ما يسمى الحياء الشكلي قد يذهب إلى الاتجاه القرار هو أكبر من العراق سواء بنشر هذه المجاميع أو بسحبها أو بالطريقة التعامل معها نشرها وسحبها هو إرادة إيرانية وطريقة التعامل معها هي إرادة إيرانية أمريكية أي بمعنى أن الحوار أو التحاور أو التهدئة هو قرار إيراني وإذا هناك قرار آخر يذهب باتجاه المصادمة فهو قرار أمريكي وهم العراق كما قلت لك إلا عليها أن يدفع فقط الفاتورة وهذه الحكومة الآن تعرت بالكامل وما عاد لها وجود بالمرة هذه الميليشيات تابعة لإيران كما تقول قرارها بيد إيران التي لا تريد تصعيدا أمام الولايات المتحدة فلماذا لا تؤثر السلامة وتأمر هذه الميليشيات بالعودة إلى أدراجها مرة أخرى لا إيران تريد التصعيد مع الإدارة الأمريكية تصعيدا سريعا في ظنها أن أمريكا تنزلق إلى قتال مباشر مع إيران أو مع من يمثل إيران في المنطقة ظن من هذه الإدارة الإيرانية أنها تملك ما زالت هامش من القوة ولا تراهن على الوقت لأن الوقت يسير لصالح أمريكا بشرط أن الضربات الأمريكية موجعة كثيرا لمخزونها السلاحي ولمعنويات أفرادها وبالتالي إيران تسعى إلى استعجال القتال مع أمريكا ولكن أنا واثق للثقة أن أمريكا مدركة إلى أن القتال المباشر العسكري ليس بصالحها ليس لأنها غير قادرة لا ولكن هناك أدوات أخرى ما زالت في يدها ولعل الجانب الدبلوماسي والاقتصادي هو الذي سيكون سيد الموقف شكرا جزيلا لك دكتور قحطان الخفاجي الخبير العسكري والاستراتيجي كنت ضيفي عبر الهاتف من بغداد وأعود لسيد طلب العواد في الاستوديو مرة أخرى يعني هذه الميليشيات أنت تقول الحكومة لا تستطيع ولا تقدر عليها إيران يمكنها أن تسحب هذه الميليشيات من أمام السفارة وأنت تؤكد أن قرار انسحاب الميليشيات سيأتي مع نهاية هذا اليوم إن كان الأمر بهذه البساطة فلماذا ذهبت الميليشيات بالأساس إلى السفارة الأمريكية هي رسالة يعني ردا أول شيء يعني الحفاظ على ماء الوجه
هناك عندهم حوالي 25 قتيل وقتلى بهم من الجانب الإيراني عسكريين إيرانيين. ولكنها رسالة فيها تجاوز للخطوط الحمراء. هي تجاوز حامل المنطقة الخضراء. نعم بلا حرم السفارة. نعم بلا أدنى على السفارة. محاولة إحراق السفارة. بلا أدنى شك سيدي الفاضل. فعلا مسألة في غاية الخطورة. لن نختلف اثنان عليها. أول شيء هاي المسألة الآن الولايات المتحدة قادرة بشكل نوع قليل من التنازلات للروس وقليل من التنازلات للصين تحصل موافقة بحيث تجعل العراق ترجعه إلى البند السابع، وهذا أنا أعتقد ما تقوم به الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة. أي بمعنى مثل ما تفضل الأستاذ من بغداد أنه المسألة الدبلوماسية هي اللاعب الأساسي ستقدم عليه الولايات المتحدة. أول مسألة هي مسألة الحصار، ممكن أن تقوم الولايات تتخذ حصارا وخاصة في القطاع الاقتصادي. الآن العراق بلد ريعي، بيع النفط يقدر يعيش شعبه، فتسوي حصار كالحصار الذي تمارسه على إيران رغم أنه العراق حليف الولايات المتحدة. لماذا تفعل الولايات المتحدة ذلك؟ يعني هي تضغط على من عندما تحاصر العراق؟ تحاصر لأنه هاي الأذرع بكامل الآن اتضح المشهد، وهذا خلل يعني عد العقل العراقي خلل جدا كبير. اتضح المشهد أنه اللي يحكم في بغداد ليس عادل عبد المهدي ولا التشكيل الوزاري، اللي يحكم في بغداد الميليشيات، هذا هو الواقع بدأ الآن. ولذلك الولايات المتحدة كشفت هذه، عرت السياسي في بغداد. نعم. وهاي لعبة ذكية في تقديري من الدبلوماسية الأمريكية أنه عرت السياسي في بغداد. لذلك قادم الأيام ستتخذ الولايات المتحدة. نعم. على الصعيد الدبلوماسي وليس على الصعيد العسكري كما ذكر السيد من بغداد. أنا أعتقد أتفق معها. سنتحدث عن الدبلوماسية وما هي المسارات والبدائل. نعم. المطروحة في الأيام المقبلة، ولكن بعد الفاصل الحواري مستمر معكم، تابعونا. أهلا بكم مرة أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكتب عبر حسابه على موقع التغريدات المصغر تويتر قائلا: إيران قتلت متعاقد أمريكي وجرحت آخرين، نحن رددنا بقوة وسيحدث هذا بشكل مستمر. الآن إيران تنظم هجوما على السفارة الأمريكية في العراق، نحن نحمل إيران كامل المسؤولية عن هذا الهجوم، ويجب على السلطات العراقية أن تحمي السفارة وتعلمنا بذلك. إذن الرئيس الأمريكي يعود لضيوفي مرة أخرى، سيد طالب العواد وسيد عمار السواد ضيوفي في الاستوديو. الرئيس الأمريكي بشكل واضح يقول: سنقصف وسنستمر في القصف ولن نتوقف، إيران تتحمل المسؤولية والحكومة العراقية يجب عليها أن تحمي السفارة. ترامب جاد في الفقرة الأخيرة سيد طالب، الحكومة العراقية تستطيع حماية السفارة؟ لا، غير قادر. لماذا يخاطبها؟ ولهذا هو الخلل. يعني أنا أعتقد الحكومة العراقية حكومة شكلية غير قادرة على نقل عسكري. ألا يعلم ترامب ذلك؟ يعرف بشكل جيد، ولكن يريد أن يحمل الحكومة العراقية حتى تأخذ دورها. لذلك أنا أعتقد عادل عبد المهدي من سنعاقب وكذا، هو أعتقد هاي الرسالة وصلت له من خلال القنوات الدبلوماسية. وأنا أعتقد مثل ما قلت سبقا وأن تحدث مساء ستنسحب. طيب. هذه القوى. جميل. هذه. نعم. لسبب واحد وبسيط. أنه الولايات المتحدة جادة لتقليم أذرع إيران في العراق الخاصرة الرخوة في المنطقة. هذا تحديدا سؤالي للسيد عمار. أنت أشرت قبل الفاصل إلى فكرة أنه يمكن أن تتخذ هذه الأحداث ذريعة لصرف كل من في الشارع وبالتالي القضاء على الحراك. ما يجري الآن أمام السفارة هو من أجل قمع المتظاهرين ونهاية الحراك أم إعادة توزيع النفوذ داخل دولة بحجم العراق؟ أولا الإيرانيين مختنقون جدا، وهم من يحاول أن يغير قواعد اللعبة منذ إسقاط الطائرة والهجوم على أرامكو، وهذا هذه المحاولة لها مكانان: اليمن والعراق. والعراق بدرجة رئيسية لأن العراق البلد الوحيد اللي فيه قوات أمريكية بأعداد غير صغيرة، حوالي 5000 جندي حسب المعلومات. فعندما نتحدث عن محاولات إيران فهي محاولات لتغيير النفوذ، لتغيير قواعد اللعب.
محاولة للخروج من المأزق الداخلي، سواء مأزق الاحتجاجات وسواء مأزق الاحتجاجات العراقية واللبنانية اللي تحولت إلى انتفاضة في العراق تحديدا، أو محاولة حماية حلفائها داخل العراق. فبالنهاية ما يجري الآن في المشهد العراقي هو تحرش إيراني مستمر بالجانب الأمريكي. الأمريكان لم يفعلوا سوى شيء واحد كان مدويا وخطرا، سقط فيه ضحايا عراقيين بالتأكيد، لكن بالنهاية كان رد مباشر وهو ضرب معسكرات كتائب حزب الله في العراق وسوريا. هذا هو الرد الأمريكي. وعندما يقول ترامب سنرد وسنرد وسنرد، هو طبعا لا يرد على إيران، سيرد على حلفاء وأذرع إيران في المنطقة. لكن المشكلة أين؟ حين تتحول دولة عظمى عاجزة عن الرد على المعتدي الرئيسي اللي هو إيران وتعتدي على الأذرع، فبالنهاية إيران الدولة الوحيدة التي لا تحارب بشكل مباشر والجميع يحاربها بشكل غير مباشر. هذا هو المأزق الذي إذا لم يتغير أو الذي يكشف عن شكل من أشكال التوجه في السياسة الأمريكية أنه لا نريد حربا مباشرة. ولكن ما يفعله ترامب مبرر في الحقيقة، وهكذا ربما يرى البعض بأنه يقصف أو يهاجم إيران في المكان الذي اعتدت فيه إيران على متعاقد. لم تعتدي إيران على. لماذا يهاجم إيران مباشرة وهي لم تهاجمه من إيران وإنما هاجمته في العراق؟ لم تعتدي إيران على الطائرة الأمريكية بشكل غير مباشر. إيران أسقطت طائرة أمريكية في مياهها الإقليمية بشكل مباشر ولم يرد. وقال ترامب أنا رأيت أن أي هجمة على إيران ستؤدي إلى مقتل مدنيين إيرانيين. هذا كان مبرر ترامب. لماذا الرد دائما يكون عبر الحلفاء الجميع؟ لماذا من وجهة نظرك؟ أنا لديك إجابة؟ أنا لدي مخاوف، وهي أن الجميع يعني الإدارة الأمريكية مستفيدة بشكل وآخر من وجود إيران. ما تريده فقط تقليم الدور الإيراني الخارجي في العراق وفي لبنان وفي اليمن. سوريا طبعا بالنهاية ملف روسي. أين الاستفادة الأمريكية من وجود إيران التي تقصف 30 صاروخ على قاعدة أمريكية فتقتل متعاقد أمريكي؟ أين الاستفادة؟ هذا إحراج دولي لدونالد ترامب وإدارته. هذا ما تريده تقليم أظافر إيران بالمنطقة كي لا تحرج، لكن بالنهاية تبقى إيران مدرة ماليا فيما يتعلق بابتزاز دول الخليج لأن تدر المزيد من الأموال، وهذا هو. طيب السيد طلب، هل تتفق مع هذه النقطة أن الولايات المتحدة مستفيدة من إيران؟ لا، هي شنو مو مسألة الاستفادة، أكو تخادم بالعراق بالعلاقات. يعني قبل الحدث الأخير يعني لا يعين رئيس وزراء بالعراق إلا بتخادم بين الولايات المتحدة، حوار الطشان وإيران. يعني عين المالكي، عين الجعفري، عين يعني كونداليزا رايز كانت وزيرة خارجية اجت من نيويورك، من واشنطن لبغداد حتى تغير الجعفري تجيب المالكي. هذه كلها اكو تداخل يعني بالهذا. لكن بعد يعني الحوادث الاخيره صار تقاطع جدا جدا كبير. الولايات المتحده معروفه يعني احد اسباب فشل كلينتون بالانتخابات هو مقتل السفير الامريكي في طرابلس. هذه مسألة واضحة المعالم، يعني أحد أسباب فشلها هي حملوها مسؤولية من كانت وزيرة خارجية. الآن نفس الشيء، ترامب يعيش نفس اللحظات، نفس الأزمة أمام انتخابات بسنة 2020. أي موقف ضعيف وخاصة في مقتل يعني أمريكان أعتقد سيتخذ الموقف الحاد لهذا الجانب. أنا سبق وأن قلت مسألة رسالة داخلية للشعب الأمريكي ورسالة خارجية لإيران وحلفاء إيران. لا يقاتل إيران على أرض إيران لأنه في مسألة الخاسرة الوحيدة الهشة والضعيفة هي بغداد. يجب تقديم أذرع إيران في بغداد، وبعد ذلك أنا في تقديري سينطلق بالرئاسة الثانية لضرب إيران. لديهم، وهذه صرحوا بي أكثر من عسكري بالبنتاغون، لدينا 30,000 هدف لضرب إيران وصرح به. طيب أنت قبل الفاصل أشرت إلى الدبلوماسية وأن الدبلوماسية هي المحرك لهذه الأزمة وهي من ستقوم بحل هذه الأزمة. كيف سيتم ذلك؟ مثلا على سبيل المثال قادرين الولايات المتحدة قادرة أن تجرنا إلى البند السابع، قادرين على عزلنا اقتصاديا، وهذه المسألة جدا جدا مهم.
الآن يعني الأجواء العراقية على سبيل المثال لا زالت ترددة بيد الولايات المتحدة وبيد يعني. ولكن ألا تدرك الولايات المتحدة أن أي حصار اقتصادي على العراق سيؤدي إلى فوضى عارمة في البلاد؟ وشنو مصلحتها هي جمعية خيرية الولايات المتحدة سيد الفاضل؟ الولايات المتحدة مصلحة الولايات المتحدة أن تحدث فوضى، فوضى خلاقة، هي المنطقة التي تسوي بها فوضى خلاقة. الولايات المتحدة ما هي جمعية خيرية ولا جاية في أي مكان، اذكر لي بالصومال سوت بالعراق بسوريا بكل المناطق ما حلت مشكلة، بالعكس تريد تعقد المشاكل. وهي رأي كيسنجر التاريخي أنه أعقد المشكلة مو حل المشكلة، سيطر على المشكلة. وهي استراتيجية أمريكية من يعني من هذا الصعلوم الكبير اللي هو كيسنجر. أنا أعتقد وهاي ماشيين على الولايات المتحدة تعقيد الأزمة تعقيد، وهذا ما صراحة كونديلا رايس أيضا فوضى الخلاقة كانت تصيح بها والشرق الأوسط. أنا أعتقد الولايات المتحدة أرجع وأقول وليس جمعية خيرية ولا جاية تساعد الشعوب، وتقيلي في المكان ساعدت الولايات المتحدة الشعوب، هذا بالقضية الفلسطينية بالقضية ماكو قضية يساعدت. ولذلك تسعى بكل الإمكانيات المتحدة أن يكون الوضع بالعراق على سيطرة السيطرة عليه لكن بالشكل اللي هي يعجبها. أضرب لك مثل جدا جدا بسيط. طب يعني قبل المثل عفوا سيد عمار، هل انتقل الصراع الآن بين الولايات المتحدة وطهران من اليمن والسعودية إلى العراق وما أجري فيها؟ العراق هي الساحة القادمة لهذا الصراع؟ هي الساحة الدائمة للصراع العراق. اليمن ليس ساحة صراع عراق أمريكي إيراني، اليمن ساحة صراع نفوذ إقليمي تستخدم أمريكا تقاتل في اليمن عبر وكلائها اللي هم واحد من عندهم السعودية، وإيران تقاتل عبر وكيلها اللي هو الحوثيين. ما يجري في العراق أنه هناك متغيرات حدثت منذ انسحاب القوات الأمريكية. في السابق كان دور السفير الأمريكي سواء زلماي خليلزاد أو رايان كروكر كان دورا محوريا في إدارة المشهد العراقي زائدا الدور الإيراني، كان أكو تقاسم نفوذ بين الإيرانيين والأمريكان. حين انسحبت القوات الأمريكية في الدورة الثانية وتحديدا بعد عام 2010 بعد عام 2011 وما حدث في سوريا، الثورة السورية ثم الحرب السورية، تغيرت قواعد اللعبة، الإيرانيون زاد نفوذهم ولم يعد نفوذهم عبر السفارة فقط وعبر حلفائهم، صار نفوذهم عبر قاسم سليماني بشكل مباشر. أصبحت جنرال في جماعة الحرس الثوري هو من يدير المشهد العراقي. فهنا تحولت قواعد اللعبة، بدأ النفوذ الأمريكي يتراجع بشكل كبير. أمريكا لا تمتلك حلفاء داخل العراق، وهذه حتى الأحزاب الكردية، مسعود برزاني عندما نصحته أمريكا لا تذهب إلى الاستفتاء ذهب إلى الاستفتاء، لا أحد يسمع كلام أمريكا في العراق لأنه بالنهاية النفوذ أصبح نفوذا إيرانيا. حتى عندما أخرجت كركوك من يد سيطرة كردستان أخرجت بموجب رعاية إيرانية تركية. فبكل هذا المشهد الأمريكان خرجوا من المشهد، لديهم فقط قوات عسكرية. حتى حين كيف تكون الدبلوماسية الأمريكية مؤثرة إذا ما كان المشهد بهذه المخاطر؟ هذا ما سأقوله، تمتلك قواعد عسكرية، هذا ما تمتلكه، هذا نفوذ قوي طبعا لكن هذا ليس نفوذا سياسيا. قامت بدور مباشر في دعم القوات العراقية بما في ذلك قوات الحشد لإخراج داعش. الدور الدعم الجوي كان دعما واضحا وصريحا، لكن عندما يبدأ الإيرانيون لم يرضهم حتى هذا التراجع في النفوذ، ذهبوا أبعد من ذلك. وعندما يتم قصف كيوان بهذه الطريقة وعندما تستخدم ويرجح أن يكون قد استخدمت أراضي عراقية لضرب أرامكو، فبالنهاية تغيرت قواعد اللعبة. الإيرانيون يريدون دورا أكبر، يريدون ابتلاع العراق بما في ذلك عدم وجود قواعد عسكرية أمريكية في هذا البلد. هنا الأمريكان لا يمكن أن يرضوا إلى ما لا نهاية. الأمريكان لا يريدون فوضى للعلم، الأمريكان يريدون أي تغيير في العراق، أي تغيير ينهي الجزء الأكبر من الدولة الإيرانية. لا يريد مواجهة عسكرية مع إيران أو تصعيد قبل الانتخابات، كيف سيخرج من هذا المأزق؟ المشكلة هذا ما يعول عليه الإيرانيين، الإيرانيون يعولون على لحظة اقتحام السفارة الأمريكية في إيران عام 1979 عندما تمت بموجبها إسقاط حكومة كارتر، انتهى كارتر بسبب السفارة الأمريكية. هم يعولون على تكرار المشهد ويدركون أن ترامب محرج، لكن ما سيفعله ترامب هو
الضغط السياسي وربما طيب. وربما قد يضرب عسكريا. سيد طالب في الحقيقة أنا لا أعلم يعني هل هذا سؤال منطقي أم لا، يجوز سؤاله أصلا أم لا، يعني أين السيادة العراقية، أين الدولة العراقية؟ هذا سؤال فعلا مضحك. آخر ما يفكر بالسياسي العراقي هو الشعور بالمواطنة. مع الأسف الشديد السياسي العراقي مرتهن قراره بعواصم إقليمية كثيرة وحتى مع الولايات المتحدة. السياسي العراقي مهزوز من الداخل ومنخور من الداخل. بعدين أريد أقول لك شغلة بشكل هادئ وبسيط وبدون تعقيد، اللص والحرامي ليس لديه الاستعداد للدفاع عن الوطن. هؤلاء الموجودين هو مجموعة مافيات وميليشيات، فما عندهم استعداد. مسألة الوطن آخر ما يفكر به، يفكر كيف المغانم، مغانم السلطة، امتيازات السلطة. فلذلك يعني مسألة المواطنة أو مسألة الشعور بالدفاع عن الوطن هاي مسألة تستبعدها عن السياسي العراقي، لأن هاي مجموعة. هذا بريمر عنده كلمة جدا جدا قذرة، يقول لميناهم من الشوارع، مجموعة لصوص لميناهم من الشوارع، وهيكل العظيم، هذا أرجع وأقول هيكل العظيم والعظمة لله، أنه قال العراق بنك اجوا مجموعة من اللصوص يستولون عليه. وانت تعرف اللص ما يهم مسألة المواطنة ولا عنده شعور بالمواطنة، هذه مسألة جدا جدا مهمة. طيب. لذلك أرجع وأقول العراق مستباح، يعني يجب أن نؤكد على هذا الجانب، مستباح بشكل. أي بلد بالعالم بتسع قواعد أمريكية؟ قل لي نعم، قل لي تسع قواعد أمريكية في العراق. طيب. كل مطارات العراق اللي بناها النظام السابق سيطرت عليها الولايات المتحدة. نعم. هذا الجانب. الإيرانيين يسرحون ويمرحون في يدخلون. طيب يعني ربما هذا المشهد تعودتم عليه في العراق أو تعود عليه أهل العراق منذ الغزو الأمريكي في 2003، أن هناك سياسيين يدينون بالولاء للخارج. ولكن سيد عمار، هذه المرة هناك عنصر آخر له وزن نسبي حقيقي، وهو الحراك العراقي. أين الحراك العراقي فيما يجري؟ كيف يستطيع أن يقف في وجه هذا أو ذا؟ هي هذا التحدي الكبير للحراك العراقي أو لما تبقى منه حتى الآن. التحدي الكبير أن هؤلاء، أن بالتأكيد حين تقصف أمريكا قواعد أو معسكرات تابعة لكتائب حزب الله، وهي نفسها الكتائب المتهمة أو المتورطة في ما يحدث في ساحة التحرير من اغتيالات وقتل. هنا التحدي، من يقتلون في معسكرات كتائب حزب الله هم عراقيون، ومن يقتلون في ساحات التظاهر هم العراقيون. كان الأمر واضحا لدى ساحات أكثر من مكان، نحن ضد قتل العراقيين. لكن هذا ما قاله حتى السيد علي الصالحي، نحن سلميون في ساحة التحرير، الجميع ضد قتل، نرفض الاعتداءات، نرفض حمل السلاح. كانت الرسالة واضحة. مبدأ المظاهرات العراقية يقوم على ثلاثة أشياء. أولا إنهاء نهب البلد وإنهاء الطبقة الحاكمة التي تنهب البلد، هذا أولا. إنهاء الدور الخارجي، إيران نموذج الدور الخارجي، أمريكا جزء من الدور الخارجي، فبالنهاية ما ينطبق على إيران سينطبق على أمريكا. إنهاء استخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات، هذا ما يريده العراقيون بالتحديد. حين يقول العراقي إيران برا برا، فهو بالنهاية يعني ما يقوله، العراقي يريد استعادة ما عراقيته في هذا البلد. أكو مقولة هذه المظاهرات تميزت فيها، هذا ما يريده الحراك. ولكن مع ما يحدث في الساعات الماضية والتهديدات الأمريكية، هل بات ما يريده الحراك العراقي قابلا للتنفيذ؟ من الصعب. هو هذا ما يثير استغرابي. الولايات المتحدة كأنه أعطت هدية للإيرانيين بالقصف، توقيته صح، قتل متعاقد 30 صاروخ، لكن بالنهاية التوقيت كان الحراك بدأ يؤتي أكله. أي رئيس وزراء من خلال الأحزاب الحاكمة لم يكن يكاد أن يصل. الآن دخلنا مرحلة الفوضى. هل تريد الولايات المتحدة الفوضى؟
لست متأكدا، لكن الإيرانيون حين يخسرون العراق بالتأكيد الخيار البديل هو الفوضى. طيب سيد طالب، يعني الحراك على مدار العشرة أيام الماضية كان هناك رئيس للجمهورية يرفض هذا المرشح، يرفض المرشح الآخر، يتحدث بلسان الحراك بشكل أو بآخر، وكان هناك حالة من التفاؤل أن الرئيس العراقي بات صوتا أو انعكاسا لصوت الحراك العراقي. تعقدت الأمور على ما يبدو، لم يعد الأمر كما بالتأكيد. كان بس لازلت أنا مقتنع لو تنطبق كل الكون يبقى الحراك ويبقى هؤلاء الفتية. كيف؟ هسا أضرب لك مثل جدا، لأن كل القناصين والقتل الآن موجودين أمام السفارة الأمريكية، كل دول الآن التظاهرات هاي هذول هم القناصين، هم دول القتلة، هم القتلوا أبناء شعبنا، كلهم الآن أمام السفارة. أنا أعتقد الحراك بالعكس الآن سيأخذ دور التاريخي أكثر من خلال ما طرح هذا الشاب، هذا الفتي الزئير. الفتي قال إحنا لا مع الولايات المتحدة ولا مع كلها دماء عراقية، ونرفض التدخل الأجنبي. هذا موقف رائع ومبدئي أنه يرفض التدخل الأجنبي من أي نوع، مثل ما ذكر الأخ عمار. الآن الحراك في قوته، أنا في تقديري الحراك لا زال في قوته، لأنه الآن ستتوجه الأنظار قبل أوروبا والعالم، الآن كلها متوجهة، كل العالم الآن متوجه في على بغداد. نفس الشيء أنا أعتقد في قادم الأيام، وخاصة الإعلام. ويعني ألن يخشى العراقيون من الخروج للشارع بعد أن نزلت الميليشيات بسلاحها أمام السفارة وهدرت الولايات المتحدة بالتدخل؟ بالتأكيد، هم قتلوا سابقا، قتلوا يا أخي. هم من القناصين، القناصين من الميليشيات، يعني من عصائب الحار، من سرايا الخراساني. هم الموجود الآن التظاهر اللي يقودون التظاهرات هم من القتلة. يعني فالح الفياض صرح يعني طلع بالإعلام قال إحنا سنذبح ونقتل وكذا وكذا. يعني بمعنى آخر كل القتلة الآن موجودين أمام السفارة الأمريكية. لذلك الحراك الآن هالأيام أنا أعتقد سيرتاح من هؤلاء القتلة ومن من عمليات الاختطاف، لأن الآن العراق يعني فد منظر مروع لكل مجموعات الحراك. كل المجموعات الآن كاتم الصوت بالعراق، ماكو مدينة، ماكو يوم ما ينقتل فيه كاتم الصوت، وما في أيضا الآن يعني نعم كلمة أخيرة سيد عمر باختصار شديد. باختصار شديد، إذا كانت أمريكا جادة فلتنهي هؤلاء. من هؤلاء؟ الميليشيات. ميليشيات إذا كان جادة قد يعاني العراقيين، لكن هؤلاء قتلوا العراقيين لتنهي، ليس الناس، تنهي سيطرة الميليشيا على الحياة السياسية والاجتماعية. شكرا جزيلا لك عمار السواد الكاتب والإعلام العراقي، كما أشكرك طالب العواد الكاتب والمحلل السياسي العراقي. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد، حتى ألقاكم في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم. شكرا جزيلا.